تدين دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار ومواصلة الاعتداءات التي تتعرض لها المنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف حقل الشيبة النفطي، مؤكدين على دعمنا الكامل للمملكة ولكافة التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. ونشدد هنا بأن استمرار وتصعيد الاعتداءات من قبل جماعة الحوثي على الأراضي السعودية هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي. نود أن نعبر عن قلقنا من تلك الأحداث ونتطلع للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في استضافة مباحثات في مدينة جدة بين الحكومة اليمنية وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.